أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي المنظومة الجديدة 2025، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرسين الأول والتاني من الوحدة التانية من كتاب جيب. طبعا قبل ما نبدأ هتلاقيني سيب لك كل الرابط اللي تهمك في صندوق الوصف أسفل الفيديو، يا ريت تشوفها. ودلوقتي يلا بينا نبدأ أول درسين مع بعض. أول حاجة بنبدأ بالكي فوكاب، المفردات الرئيسية. الكي فوكاب بتاعنا النهاردة بيتكلم عن حفل الزفاف والاستعداد لحفل الزفاف، فهنلاقي كل الكلمات والمصطلحات ليها علاقة بحفلات الزفاف وتجهيزاتها وكده. نقرأ مع بعض، يا ريت اللي سامعني يكرر ورايا عشان تحفظ النطق كويس، ما تكتفيش بالاستماع بس. bracelet bracelet دي الأسورة أو السوار. bracelet bride 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 عروس. celebrate 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 يحتفل بيه، والماضي بتاعه celebrated. طب احنا عارفين حرف السي لما يجي وراه اي بيتنطق زي صوت السين كده. contract 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 اللي هو العقد، عقد طبعا اللي هو يقصد بيه زي قسيمة الجواز كده، او العقد اللي بيبقى بين الزوج والزوجة اللي بيوقعوا طبعا كإثبات للزواج. contract contract. بعد كده groom 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 اللي هو العريس. groom. guest guest اللي هو الضيف، خلوا بالكم حرف الإي هنا silent. guest. hug hug يحضن hug، والماضي بتاعه hugged. marriage 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 اللي هو الزواج. marriage. necklace necklace اللي هو العقد. necklace. network network اللي هي الشبكة. network. outfit 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 اللي هو زي أو ملابس، طبعا يقصد بيها الزي اللي انت بتلبسه في المناسبة اللي انت رايح تحضرها زي الفرح مثلا. photographer photographer photographer. تعالوا نقسمها كده مع بعض. ف طبعا ال P وال H بدون صوت ال F. ال O هنا reduced يعني نطقه خفيف بتنطق أ. ف تا جر فر photographer photographer اللي هو المصور الفوتوغراف. reception 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 حفلة استقبال. reception. relatives relatives أقارب. relatives. service service خدمة. service. sign sign يوقع، طبعا حرف الجي sign. sign هنا يوقع بمعنى يمضي، والماضي بتاعه signed signed. social social media social media social media وسائل التواصل الاجتماعي. suggest 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 يقترح. traditional 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 تقليدي. traditional traditional traditional. wedding wedding لو حفل الزفاف. wedding wedding. بعد كده ال additional vocab المفردات الإضافية اللي هي المفترض إن احنا سمعناها قبل كده. طبعا من ضمن الحاجات الكويسة خالص خالص في كتاب جيم، سواء في أولى إعدادي أو تاني إعدادي أو حتى تالتة إعدادي، يعني الميزة دي هتلاقوها في كل كتب جيم في المرحلة الإعدادية، وهو إنه حاطط كل كلمات الدرسين في مربع واحد أو في جدول واحد، فده بيخليك أو بيسهل لك المذاكرة. يعني هنا مثلا الـ additional vocab المفردات الإضافية هنا بتاع الدرسين على بعض، طبعا مركز لك على الكلمات المهمة والرئيسية اللي هتنفعك لو انت عايز تستفيد كلغة، وكمان بتركز عليها في الامتحان، وكمان عامل كده مع الكي فوكاب المفردات الرئيسية برضه.
فالصراحة يعني نظام كتاب جيم السنة دي رائع وأكثر من رائع. الأديشنال فوكاب معانا birthday party، birthday party حفلة عيد ميلاد، curly curly مجعد يقصد بيها الشعر المجعد، curly، delicious 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 لذيذ، description وصف، description description description، event حدث، event، fur fur فرو، gift هدية أو هبة، gift gift، gold gold ذهب، laugh يضحك، laugh طبعا الجي والاتش بدون صوت الاف، laugh، والماضي بتاعه laughed هتلاقي الدي ده منطوق والاي ده سايلنت، فبنقولها كده laughed laughed، meal meal وجبة، message message رسالة، restaurant restaurant مطعم، shopping mall shopping mall مركز للتسوق، soup شوربة أو حساء، soup، hall لاحظ هنا W silent، hall hall يعني كل، window نافذة عرض، هي طبعا كلمة window احنا حافظينها بمعنى شباك لكن هنا بمعنى الفاترينا بتاعت المحل. بعد كده هناخد check point طبعا عشان نأكد على المفردات اللي احنا قريناها من شوية. هنا بيقول we are having a family party with all our، يعني عاملين حفلة عائلية مع طبعا with all our relatives مع أقاربنا relatives. My sister usually takes a long time to choose her before going out. أختي عادة ما بتستغرق وقت طويل لتختار before going out قبل الخروج، يبقى تختار الزي بتاعها outfit. بعد كده سلوى has hair، hair اللي هو الشعر، it's not straight يعني ليس مستقيما أو مش مفروض أو شعرها مش ناعم. كلمة straight اللي هو الشعر المفروض أو المفروش تجاعيد أو الشعر اللي بنقول عليه الشعر الناعم. طبعا سلوى has curly hair اللي هو الشعر المجعد curly hair. بعد كده language expressions الملاحظات، بعد كده language expressions التعبيرات اللغوية، ask her opinion about يعني يطلب رأيها عن، ask her opinion about، get married to يتزوج من، get married to. بعد كده take a photo، take a photo، take place يحدث، take place. بعد كده ال prepositions اللي هي حروف الجر، arrive for يعني يصل لحضور، زي مثلا arrive for a wedding يعني يوصل عشان يحضر حفل زفاف، a long way from، a long way from على مسافة بعيدة من، لما أقول مثلا my school is a long way from my house، ask for يطلب، ask for يعني مثلا زي ما أقول ask for help يطلب المساعدة، meet up with، meet up with يتقابل أو يجتمع مع. طبعا الفرق بين meet و meet up with أو meet up بس حتى، الفرق ان ميت انك بتتقابل او بتلتقي بحد وممكن ما يكونش في بينكم من بعض معايا، انك انت ممكن تكون قابلته صدفه، لكن ميت اب لما بنتجمع او نلتقي او نتقابل بس بيبقى في ميعاد بيننا وبين بعض، يعني نتقابل بناء على ميعاد احنا اتفقنا عليه، on او at the weekend في عطله نهايه الاسبوع، photo of صوره لي، plan for خطه لي، time for وقت لي. Conjugation of irregular verbs تصريف الأفعال غير المنتظمة، buy bought bought، draw drew drawn، meet met met، sell
sold, sold. Send, sent, sent. Sit, sat, sat. Stand, stood, stood. Wear, wore, worn. بعد كده words and opposites، الكلمات والمضاد بتاعها. Amazing model عكسها أو مضادها ordinary ordinary. Large يعني ضخم. Small tiny. بعد كده في checkpoint على التعبيرات وحروف الجر وكمان تصريفات الأفعال. Kinsey will marry next year. طبعا هنا دي متلازمة لفظية أو تعبير، هي طبعا كلمة married بتاخد الفعل get، تبقى get married. This is a photo، طبعا photo of my trip، صورة لرحلتي to the zoo، لحديقة الحيوان. My uncle has a shop، يعني عمي يمتلك محل. Where دي معناها حيث. He children's clothes، حيث يبيع ملابس الأطفال، تبقى sells. The movie's end، نهاية الفيلم، was ordinary، نهاية الفيلم كانت عادية. It wasn't، لم تكن، طبعا ما كانتش مذهلة أو رائعة. Amazing. في language notes هنا الملاحظات اللغوية، words used with the topic wedding، يعني كلمات لها علاقة بمراسم الزفاف أو حفل الزفاف، زي wedding cake اللي هي تورتة الفرح أو كعكة الزفاف يعني، wedding dress فستان الزفاف، wedding guests ضيوف الزفاف، wedding reception حفل استقبال الزفاف، wedding service wedding service اللي هي مراسم الزفاف wedding service. تاني حاجة في الملاحظات اللغوية between وهنا ساعة and وساعة، لما يكون الحدث أو الفعل حصل أو بيحصل ما بين ساعتين معينين أو ما بين وقتين. المثال ده بيقول the wedding guests ضيوف الفرح أو ضيوف حفل الزفاف arrive بيصلوا between بين 6 p.m. ما بين الساعة 6 مساء and 6:30 p.m. هيوصلوا ما بين الوقتين دول، يعني في خلال ال 30 دقيقة دي بيكون ضيوف أو معازيم الفرح يعني وصلوا. بعد كده in وبيجي وراها الملبس، قطعة الملابس أو أسماء الملابس اللي الشخص لابسها، ودي معناها مرتدي، يعني هنا حرف الجر in زائد الملبس بيترجم كده مرتديا يعني لابس كذا. مثال they will، هم سوف، كلمة will يعني سوف، take a photo يلتقط صورة ل of the bride للعروسة in her wedding dress وهي مرتدية، وهي مرتدية فستان الزفاف. بعد كده تشيك بوينت على اللانجوج نوتس الملاحظات اللغوية. My brother أخي does his homework بيعمل واجبه ما بين الساعة 7 والساعة 9 7 and 9 in the evening، طبعا between. I saw a beautiful girl in an amazing dress، يعني رأيت بنت جميلة في مرتدية فستان مذهل أو رائع، طبعا in، اتفقنا إن in مع أسامي الملابس. بعد كده الـ vocabulary building زي ما قلت لحضراتكم definitions التعريفات مش حفظ، انت بس بتقراها وتفهمها كويس وخلاص، لكن ما تغرقش نفسك بحفظ اي تعريفات. bride عروسة أو woman امرأة who gets married امرأة تتزوج. groom عريس a man who gets married رجل يتزوج. guests ضيوف طبعا you silent. people الناس who come to the wedding الناس اللي بيحضروا حفل الزفاف اللي هم عليهم باللغة الدارجة بتاعتنا المعازيم. marriage contract عقد الزواج أو القرار اللي هو اسمة الزواج يعني. the paper
الورقة that the people who are getting married sign، الورقة اللي الناس بيتزوجوا أو العريس والعروسة يعني بيوقعوها أو بيمضوها. wedding cake كعكة الزفاف أو تورتة الفرح زي ما احنا بنقول كده. something sweet، sweet يعني حلو. that people at a wedding eat، اللي الناس في حفل الزفاف بياكلوه. wedding dress فستان الزفاف. a special outfit زي خاص that a woman wears اللي بترتديه المرأة at her wedding في حفل زفافها. wedding reception حفل استقبال الزفاف. the event الحدث where people eat اللي الناس بياكلوا فيه and enjoy themselves وبيستمتعوا. بعد كده words and synonyms الكلمات والمرادفات بتاعتها، وده الفوكاب ستادي بتاعنا. take place يحدث، السينونيم أو الميننج المراد بتاعها، happen يحدث، outfit اللي هو they أو ملابس المراد بتاعها أو السينونيم بتاعها clothes clothes. بعد كده الجزء الثاني من الفوكاب ستادي دراسة المفردات هو البادئات واللاحقات. معانا هنا اللاحقة L، دي بقى وظيفة اللاحقة L إنها بتحول الاسم إلى صفة، يعني tradition تقليد، traditional تقليدي. معانا هنا reading والlistening skills، القراءة دروس القراءة والاستماع، والحاجات دي طبعا بتنمي السكيلز المهارات بتاعتك في القراءة والاستماع. طبعا يا ريت ما تكتفيش بقراية انا معاك، انت لازم تقرا بنفسك المواضيع مره واتنين عشان تنمي عندك مهاره القراءه. ال pre reading question سؤال ما قبل القراءه، have you ever been to a wedding يعني هل سبق ليك انك انت ذهبت الى حفل زفاف. who was getting married ومين اللي كان بيتزوج. هنقرا هنا دي خطه او ترتيبات لفرح او لحفل زفاف. نقرأ كده الترتيبات مع بعض. The bride شروق and the groom شريف arrive at 5 p.m. العروسة شروق وعريسها شريف المفروض بيصلوا الساعة 5. The photographer المصور arrives at 5:30 p.m. to take photos of the bride in her wedding dress and the groom. المصور هيوصل الساعة 5:30 عشان يصورهم طبعا هي والعريس بتاعها. The wedding guests اللي هم المعازيم بتوع الفرح arrive for wedding service بيوصلوا طبعا علشان تجهيزات وترتيبات الفرح او الحفل الزفاف between 6 p.m. and 6:30 p.m. The signing اللي هو توقيع او امضاء of the marriage contract takes place between 7:30 and 8:30 p.m. بعد كده The wedding reception starts at 9 p.m. The wedding reception اللي هو الجزء من حفل الزفاف اللي بيبقى فيه المأكولات والمشروبات. The guests الضيوف أو المعازيم يعني have a meal بيتناولوا وجبة. Eat wedding cake وبياكلوا تورتة الفرح أو الكعكة بتاعت الزفاف يعني. And take photos وبيلتقطوا صور. with the bride مع العروسة and the groom العريس. سؤال ما قبل القراءة pre-reading question. what do you like most about weddings؟ ايه اكتر حاجة بتعجبك او ايه اكتر حاجة بتحبها في حفلات الزفاف؟ last weekend الاسبوع الماضي my cousin Amira got married to Ayman. هنا طبعا اللي بيتكلم منال منزله بوستس او منشورات عن حفل زفاف هي حضرته. حفل الزفاف ده كان بتاع بنت عمها اميره اتجوزت عريس او شخص اسمه ايمن. It was a really fun day. كان يوم ممتع. I have a large family. عندي اسره كبيره. And more than half of the wedding guests were members of my family. وأكثر من نص المعزومين كانوا من أفراد الأسرة بتاعتي. I loved seeing my whole family come together.
to celebrate with Amira and Ayman. كانت طبعا حابة التجمع العائلي ده لما الناس جم يحتفلوا مع أميرة وأيمن. I saw aunts and uncles who live a long way from us and who I don't see very often. وطبعا كانت مبسوطة لما شافت أعمامها وعماتها وخلانها وخالتها اللي هي ما شافتهمش من فترات طويلة بسبب بعد المسافة. This is a photo of me next to Amira and some of my cousins. وطبعا منزلة صورة ليها جنب أميرة وبعض أبناء عمومتها. بعد كده الجزء الثاني. The wedding service was really beautiful. الخدمة أو مراسم الاحتفال يعني was really beautiful. كانت جميلة فعلا. When Amira arrived, you could hear everyone say wow. لما أميرة وصلت الجميع كانوا بيقولوا واو مندهشين أو يعني معجبين طبعا بالعروسة واللبس بتاعها وكده. She looked so beautiful and her wedding dress was amazing. وكان ال wedding dress بتاعها فستان الفرح بتاعها رائع. It was white, كان لونه أبيض. And she was wearing a beautiful gold necklace. كانت لابسة عقد ذهبي جميل. And bracelets وأساود that were a gift, اللي كانت هدية from أيمن, من أيمن. أيمن's traditional جلابية أيمن التقليدية was white, كانت بيضة. The bride and groom, العروسة والعريس, looked very happy, كانوا سعداء فعلا. After the signing of the contract, بعد توقيع العقد, it was time for some food and some fun. كان في وقت لبعض الطعام وبعض المرح. That's my favorite part of a wedding. وده الجزء المفضل بتاعي في الزفاف. The wedding reception. الجزء طبعا اللي بيتم فيه التناول الأطعمة والمشروبات المخصصة للفرح وكده. I sat at a table. جلست على منضدة أو ترابيزة. With my two brothers. مع إخواتي. My parents, والدي, and my grandma, وجدتي. I wanted to talk to some other relatives after the meal. وطبعا كنت عاوز اتكلم مع بعض الأقارب بعد الوجبة. So I got up and went to talk to my cousins. My cousin Iman, ابنة عمي Iman, showed me all her photos of the wedding on her phone. وريتها كل صورها, صور فرحها يعني على التليفون بتاعها. Then ثم أيمن and أميرة, أيمن وأميرة, cut the wedding cake. بعد كده العريسين طبعا, العريس والعروسة يعني, قطعوا تورتة أو كعكة الزفاف. It was delicious, وكانت لذيذة. Pre-reading question, سؤال ما قبل القراءة. What do you usually do on your grandma's birthday? ماذا عادة تفعل في حفل عيد ميلاد جدتك؟ الإيميل ده من ملك لتمارا والسبجكت الموضوع some family photos, بعض الصور العائلية. نرى كده مع بعض. Hi Tamara, how are you? I'm sending you a photo of me at my grandma's birthday party last week. The party was at my grandparents' house. And our whole family was there. We all had a lot of fun together. بتقول لها ان هي بتبعت لها صور لحفلة عيد ميلاد جدتها, والحفلة كانت في منزل جدها وجدتها, وكلهم استمتعوا طبعا مع بعض. The party showed me that sending messages to your friends and family is fine. But it's not as good as spending time with them. الحفلة ورتها أن إرسال الرسائل للأصدقاء والعيلة ممكن يكون شيء كويس, بس مش زي أن احنا نقابلهم في الواقع ونقضي وقت معهم. بعد كده You can laugh with them
يعني ممكن تضحك معاهم، hug them تحتضنهم، and look in their eyes وتنظر في عيونهم and really listen to them وتسمعهم فعلا. Do you have time to meet up with me one afternoon next week؟ هتلاقي عندك وقت نحدد ميعاد ونتقابل مع بعض بعد في يوم من الأيام بعد الظهر الأسبوع اللي جاي؟ Maybe ربما on the weekend، ربما في أجازة نهاية الأسبوع. We could go to the shopping mall، يمكننا أن نذهب إلى الشوبينج مول اللي هو المول التجاري. There is a shop there، في محل هناك that has some beautiful clothes in its window. I could ask my parents for some money for the cinema or to go to a restaurant. بتقول لها طبعا ان هو المحل بيعرض ملابس جميله في الفاترينا بتاعته، وانها ممكن تطلب برضه من باباها ومامتها بعض المال عشان يخشوا سينما او يروحوا ياكلوا في مطعم. My dad's friend Ali، صديق بابايا علي، opened فتح a new restaurant، مطعم جديد، last month، الشهر اللي فات، and it looks great، ويبدو رائعا. What do you think؟ ما رأيك؟ Write soon، اكتبي لي في أقرب وقت، and tell me about your family، واخبريني عن أسرتك. Love، مع حبي أو لك كل الحب، ملك. بعد كده find a photo or draw a picture of your family all together. The write description of it in your notebook. يعني هتجيب صورة من صورك، صور التجمعات الأسرية بتاعتك، يعني صورة ليك مع أسرتك أو عيلتك وتوصفها. In this picture my family and I were having lunch at my grandparents' house. My aunt Salwa and her kids were there. The food was delicious. We had salad, feta, and meat. My grandmother also cooked some delicious soup. After we ate, Mom made us all some tea and cake, which we all enjoyed. After that, I played outside with my cousins. It was great fun. ده يا أحبائي جزء الجرامر، جزء الخاص بالقواعد. هو بيتكلم هنا عن الديترمينرز، المحددات، محددات الملكية بالتحديد، يعني هي يقصد بيها الصفات الملكية، الكلمات اللي بتعبر بيها وبتحدد بيها ملكية الشيء ده، يعني بتعرفك الشيء ده إذا كان ملكك أو ملكي أو ملكهم أو ملكنا، بتحدد الشيء ده يخص مين. طيب تعالوا نتعرف كده عليها مع بعض. She is Marwa، هي مروة، and this is her bag. Her bag يعني her bag يعني حقيبتها. Bag معناها حقيبة، والها اللي هي في الآخر يقصد بيها أو المفترض إن هي her، فتبقى حقيبتها her bag. فكلمة her هنا حددت الملكية وعرفتني الشيء ده أو الحقيبة دي بتخص مين. طبعا بتخصها هي، اللي هي مروة اللي احنا بنتكلم عنها. ناخد مثال كمان هنا. I am Tariq and this is my father. أنا طارق وده أبي. Father يعني أب. طبعا الياء اللي في الآخر اللي هي المقصود بها my father، فطبعا هنا اللي هيسمعني هيفهم إن الأب ده father ده يخصني أنا اللي بتكلم طارق. طيب تعالوا نستعرض كده مع بعض الديترمينرز ونشوف كل determiner أو صفة ملكية يعني والضمير اللي هي بتشربه أو بتمشي معاه. My طبعا مع I، his مع he، her مع she، you your مع you سواء كان أنت أو أنت أو أنتم، our مع الضمير we أو اسم مع I، يعني مثلا لو أحمد مثلا and I، أحمد وأنا، دي بتساوي الضمير we وبرضه بتمشي معاها our. There معناها ملكهم، لما نتكلم عن جمع أو نتكلم عن شيء يخص جمع أو ملك جمع أو اسم جمع، زي مثلا كلمة boys أولاد، girls بنات، أو اسمين مثلا زي أحمد وعلي.
اتس بعد كده لغير العاقل المفرد. تعالوا كده نقرا الامثله ونفهمها مع بعض واحده. يقول هنا I want these books. They are my books. إنها كتبي. كلمة كتب books ولما بتحط قبليها my تبقى كتبي. هي my دي هي الياء اللي في كلمة كتبي. His مثلا Ali wants his bag. احنا عارفين bag يعني حقيبة. لكن طبعا لما نكتب قبليها his يبقى معناها حقيبته. his هي الهاء اللي في آخر كلمة حقيبته اللي عايدة على علي. طيب المثال اللي بعد كده her. هبة wants her bag. هنا هبة تريد حقيبتها. her bag حقيبتها. ها اللي في الآخر في آخر حقيبتها هي her اللي هي بتعود على هبة. she likes her father. هي تحب والدها. والدها الهادية هي her. بعد كده your ملكك أو ملككم على حسب أنت بتكلمه. علي take your pen يعني علي خذ قلمك. قلمك الكاف اللي آخر قلم قلمك هي your. أو you can take your pens now يعني تستطيعون تأخذوا أقلامكم الآن. our يعني ملكنا حاجة تخصنا نحن. We live in a nice house. Our house يعني our house يعني منزل. House يعني منزل. و our دي اللي هي نا اللي في كلمة منزلنا اللي عايدة علينا احنا. Our father يعني our father والدنا. Our هي النادي. Loves us so much يحبنا كثيرا. نفس الكلام مع their يعني ملكهم تخصهم. He is Ali and Hiba's father. هو والد علي وهبة. He is their father. يعني their father يعني والدهم. الهم دياتي اللي هي their اللي مضافة لكلمة father أو جاية قبليها. It's طبعا لما نكون بنتكلم عن ملكية الغير عاقل. I have a car. لدي سيارة. Its color is red. It's a color. Color يعني لون. طب و its دياتي ها لونها. It's دي هي الهاء اللي في كلمة لون اللي هي بتعود على السيارة اللي هي غير عاقل. تعالوا نشوف كده التشيك بوينت دي. I can't find I tablet. It's a gift for my father. أنا عايز أقول لا أستطيع أن أجد التابلت بتاعي أو جهاز الحاسب اللوحي الخاص بي. هتبقى my tablet. This book belongs to Hannah. يخص Hannah. It's his book. إنه كتابه. his ديتي كتابه. إحنا عايزين نقول كتابها. يبقى كده هنبدل his ب her. طبعا من ضمن مميزات كتاب جيم السنة دي إن لما بيكون فيه قاعدتين أو قاعدة طويلة بيقسمها على جزئين. وكل جزء منهم بيجيب لك عليه تدريبات علشان يضمن إن أنت فهمت الجزء ده قبل ما نروح لجزء جديد. طبعا الجزء ده هنحله ان شاء الله مع بعض بس في فيديو الحل باذن الله لان ده فيديو الشرح. بعد كده في possessive s او apostrophe s الدال على الملكيه. دي apostrophe s بتضاف للاسماء علشان تفيد ملكيه الاسم ده او تفيد ان الشيء اللي جاي بعد الاسم ده يخصه او ملكه. فبنقول هنا this is Ali's room. هذه غرفه علي. الابوستروفي اس دي فهمتنا ان الغرفة دي بتخص علي او ملك علي. That is the kids room. الابوستروف هنا وضعت بعد الاس لان هنا كلمة kids اساسا كلمة جمع. فما ينفعش نكرر الابوستروف اس مرتين. فبنكتفي بالابوستروف بس. فتبقى this is the kids room. هذه غرفة الاطفال. طيب تعالوا نفهمها واحدة واحدة. بتستخدم apostrophe s الدالة على الملكية بعد الاسم المفرد بس بشرط ما يكونش منتهي بحرف s لأن مفيش اسين أو يستحسن ما نكررش حرفين s ورا بعض. فيقول هنا it's Adel's book. إنه كتاب عادل. طب نلاحظ هنا حاجة إن هنا بنترجم الجملة في الإنجليزي على عكس اللغة العربية أو بنستخدم قاعدة الملكية في الإنجليزي على عكس العربي. إزاي؟ إحنا دايما بنقول كده في اللغة العربية كتاب عادل. لكن تعالى كده لاحظ معايا في الانجليزي. جاء
جايبين عادل في الاول وبعد كده بوك كتاب، يعني بنقول اتس ادلز بوك، ما بنقولش اتس بوك ادل. فلاحظ هنا التركيبه بتاعت الملكيه او المالك او ترتيب المالك والشيء اللي بيمتلكه عكس ما بنعمل في اللغه العربيه. اتس ادلز بوك، انه كتاب عادل. الابوستروف اس بتضاف لاسم صاحب الشيء وبعد كده الشيء اللي يخصه. That's my friend's car. هذه سيارة صديقي. That is not the children's room. هذه ليست غرفة الأطفال. طبعا هنا children ضاف لها أبوستروف اس عادي مع إنها جمع، طبعا لأنها مش منتهية بس. هي الإشكالية كلها إن الاسم ما يكونش آخره اس، لأن لو آخره اس مش هينفع نضيف أبوستروف اس، هنضيف أبوستروف فقط. هنا بقى لو بنضع ابوستروفي بعد الاس بتاعت الجامعه ولو الاسم اخره اس اصلا، فما ينفعش نكرر ابوستروفي اس، ما ينفعش مثلا تعمل ابوستروفي اس كده بعد اس، هتبقى تركيبه غلط. That is the teacher's room. هذه غرفه المعلمين. This is a girl's school. هذه مدرسه البنات. It's لميس dress. انها فستان لميس. هنا طبعا اضاف ابوستروفي لان لميس منتهي، الاسم منتهي بحرف اس. ملاحظات هنا، ما بنستخدمش ابوستروفي اس بتاعت الملكيه مع اسامي الجمال. يعني بس بيقول هنا I repaired my car door. انا قمت باصلاح باب سيارتي. لاحظ هنا الباب ده بيخص السيارة، والسيارة جمال، فما فيش داعي إن احنا نقول cars door، لأن طبعا العربية اسم جمال. ملحوظة تانية، I know whose ruler this is. know يعني أعرف لمن هذه المسطرة، يعني أعرف دي مسطرة مين. It has Dahlia and Azza's names on it. داليا وعزة هنا بيمتلكوا نفس المسطرة. طيب هنضع الابوستروفي اس بتاعت الملكيه مع الاسم الثاني، ما ينفعش نقول دالياز اند عزه، وما ينفعش نكرر الابوستروفي اس. فلما يكون اتنين بيمتلكوا شيء او بيشتركوا في شيء، بنضع الابوستروفي اس مع الاسم الثاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا بنضيف ابوستروفي اس لاسامي بعض الوظائف، بنخليها الاماكن اللي بيشتغلوا فيها. يعني مثلا عندي كلمه بيكر، بيكر يعني بيكر اللي هو الخباز، بيكر دي معناها خباز. لو ضفت لها apostrophe s بقت بيكرز، هتتحول من خباز لمخبز. زي كيمست، كيمست يعني صيدلي. طب كيمست ونضيف لها apostrophe s يبقى معناها صيدلي. بوتشر جزار. طب بوتشرز ونضيف لها apostrophe s يبقى محل جزار. بعد كده اخر حاجه السؤال عن الملكيه، بنستخدم اداه الاستفهام هوز، معناها لمن او ملك من او لمن، يعني الشيء ده يخص مين او بتاع مين. طب نستخدمها ازاي؟ بنبدا اول حاجه باداه الاستفهام هوز، بعد كده بنجيب الاوبجكت او الشيء اللي احنا بنسال عن صاحبه، زي مثلا رولر المسطره، زي بوك الكتاب، زي باج. طيب لو الشيء ده مفرد نكتب از، لو الشيء جمع نكتب ار، وبعديها لو الشيء مفرد هنكتب this أو that أو that أو it. لو الشيء جمع يبقى نكتب these أو those أو they، وبعد كده بنختم السؤال بعلامة استفهام. مثال بيقول هنا whose shoes are these، لمن هذا الحذاء. استخدم shoes، طب shoes ده اسم جمع يبقى بنجيب بعديه are، وبعد كده استخدم these، these ده ضمير اشاره للقريب. طبعا لو ضمير اشاره للبعيد او لو الحذاء ده بعيد كان استخدم those، وكان ممكن يستخدم they. they are Ali's shoes، انها حذاء علي. تعالوا نحل الجزء ده. My father repaired، أبي أصلح the laptop's battery، بطارية اللابتوب. طبعا التصريف بتاعها لابتوب، وهنشيل الأبوستروف اس لأن اللابتوب جمال، battery
بالشكل ده. Whose book is that؟ لمن هذا الكتاب؟ التصريف بتاعها whose، لمن هو طبعا حللها whose، لأن هنا بنسأل عن الملكية. This is Aya's car، هذه سيارة آية. طبعا هنضع الأبوستر في S قبل، أو الأبوستر في قبل الإس، لأن الاسم مش منتهي بإس، فنضع أبوستر في S الدالة على الملكية إن دي سيارة آية. بكده نكون خلصنا الدرسين بتوعنا، يا رب يكون الشرح فاتكم والفيديو أفادكم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد قريب. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، وجود بقى.